بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل الخلال والخصال الموجبة للظلال تعليقا على الحديث 40 من كتاب بهجة النفوس، وهو حديث 7: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقلنا أن 7 دول هم أشهر 7، ولكن وردت أحاديث أخرى كثيرة تدل على أن هناك خلال وخصال أخرى غير 7 قد تصل إلى 90 خصلة. من فعل واحدة منهن كان مستحقا عند ربه ومات على الإسلام، يكون من أهل الظلال يوم القيامة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن تكون أمة النبي كلها في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ببركة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القسطلاني في شرحه على هذا الحديث من كتاب هدي الساري في شرح صحيح البخاري للإمام القسطلاني في جزئه الثالث، يقول: وعند ابن شاهين عن عمر رفعه 60، يعني الخصلة 60، أهل الجوع في الدنيا. وعند ابن أبي الدنيا في الأهوال عن مغيث بن سمي أحد التابعين 61. أهل الجوع في الدنيا يعني إيه؟ يعني الإنسان عاش في الدنيا وما شبعش من حاجة، يعني خد رزق على قده، خد صحة على قده، خد منصب على قده، يعني ما توسعش أوي، ورضي بقضاء الله في حاله إلى أن توفي على هذا. فببركة رضاه بإيه؟ بتضييق الله عليه واستغناء بالله عن العرض، يستوجب أن يكون في عرش ظل الله، في ظل عرش الله يوم القيامة. وعند ابن أبي الدنيا في الأهوال عن مغيث بن سمي أحد التابعين 61: الصائمون والحمد لله، أمة النبي كلها صائمة في رمضان، ودي بشارة كبيرة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن في ناس تتهاون في الصلاة، إلا الصيام ما يتهونوش فيه. يعني أنا أعرف ناس كده في الصلاة ممكن إيه يقضي بعض الصلوات، يفوت وقتها كده، غلط طبعا، مش بنأيده يعني، لكن يجي في الصيام لا يمكن يفوت يوم صوم، ما يصوموش، لا يتصور إن هو يفطر في رمضان. فدي برضو من توفيق الله لبعض عصاة المسلمين، إن هو تلاقيه حريص على الصيام أكتر من حرصه على أي عبادة تانية. ودي برضو ايه توفيق لبعض العصاة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى في مجال برضو لشفاعة النبي فيهم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الصائمون في ظل عرش الله يوم القيامة. وفي أمال ابن ناصر عن أبي سعيد الخدري رفعه 62: من صام من رجب 13 يوما. قال شيخنا: وهو شديد الوهي، يعني شديد الضعف. يعني وانت شهر رجب يعني لما تصوم يوم وتفطر يوم، ما انت عديت. يعني لما يبقى تيجي شهر رجب كل سنة كده تصوم يوم وتفطر يوم في رجب، لانه شهر حرم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صم من الحرم وافطر، صم من الحرم وافطر. فعندك المحرم من الشهور الحرم، عندك ذو الحجة من الشهور الحرم، عندك ذو القعدة من الشهور الحرم، وعندك رجب، يبقى عندنا 4 شهور حرم. صم من الحرم وافطر، صم من الحرم، يبقى عندك في الشهور الحرم دي اما تعود نفسك تصوم فيهم مثلا يوم وتفطر يوم، وتتجنب ايام الاعياد طبعا لان لا يصح انك تصومها، ومن صامها ياثم ولا ينعقد. يبقى ايه؟ من صام ايام عيد الفطر، يوم عيد الفطر والاضحى وثلاثه ايام التشريق، ياثم ولا ينعقد صومه. زي اللي يصلي من غير وضوء يأثم ولا تنعقد صلاته، كويس، يأثم ولا تنعقد صلاته.
وعند الحارث بن أسامة عن علي مرفوعا 63: من صلى ركعتين بعد ركعتي المغرب قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 15 مرة، وهو منكر. منكر يعني إيه؟ يعني حديث ضعيف يخالف ما هو أصح منه، ده تعريف المنكر. يبقى المنكر يعني إيه؟ حديث ضعيف الإسناد يخالف ما هو أصح منه. ليه؟ لأن الأصح منه ورد في سنة المغرب ركعتين، تقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، وجاء في رواية ضعيفة تقرأ قل هو الله أحد 15 مرة. مش معنى كده لو قريت قل هو الله أحد 15 مرة يبقى الصلاة باطلة يعني، لا مش باطلة ولا حاجة، بس السنة المستقرة إيه؟ تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كويس. لكن لو حبيت تعمل بدعة تقرأ قل هو الله أحد 15 مرة ما يضرش، ما يجراش حاجة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فيه صحابي كان يئم الناس في عصره، يقرأ الفاتحة وسورة ما تيسر أي سورة، وقبل ما يركع في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد، عاملها كده ورد على طول. فقام الناس قالوا له: طب ما أنت قريت سورة ليه تقول قل هو الله أحد في كل ركعة يعني؟ فراحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيعمل حاجة النبي مش بيعملها، يعني هما تعجبوا لأن النبي ما بيعملش كده. فالنبي سأله قال: لم تفعل ذلك؟ قال: إني أحبها يا رسول الله. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. يبقى النبي أقره، مش يقول له مبتدع ضال مضل وليه تترك سنتي، أبدا، لأن القرآن كله خير. فيعني علشان كده ما يغركش ما يقولك حديث منكر مش معناه اوعى تعمل، لا، معناه حديث ضعيف خالف ما هو اصح منه، والضعيف في فضائل الاعمال يجوز الاخذ به عند كافه العلماء الا الجهل اللي طالعين اليومين دول. والا الناس ليه راوت الحديث ضعيف يعني؟ تفتكر ليه الناس راوت ضعيف الحديث الضعيف؟ عشان الناس ما تعملش بيه؟ لا، عشان ممكن يعمل بيه في فضائل الاعمال ويقدم في مذاهب كثيره على الراي، حتى يؤخذ به في الفقه مقدما على الرأي، بدل انا ما اجتهد انا في المسألة في حديث ضعيف ما اخد بيه واحسن. لان الحديث الضعيف يعني ايه؟ يعني نسبته للنبي ضعيفة لكنه مش موثوق، انه مش منسوب للنبي، قد يكون منسوبا للنبي، فهمت؟ ادي الحكاية. بس اشترطوا ان الحديث الضعيف اللي يؤخذ به في الاحكام لا يخالف ما هو اصح منه ولا يكر على الشرع ببطلان، وأن يكون وارد من طرق أخرى متعددة ولو كانت ضعيفة. يعني ليهم شروط بقى علماء الحديث والفقهاء في المسألة، لكن الخلاصة إن مش معنى الحديث الضعيف معناه تعرض عنه بالكلية، لا. وللديلي في مسنده عن أنس 64: أطفال المؤمنين، اللي بيموت له طفل، الطفل ده بيبقى في ظل عرش الله يوم القيامة، وهيقف لوحده من غير أبوه يعني؟ هياخد أبوه معاه. عشان كده اللي بيموت له فرط الرسول بيبشره بالجنة، يعني بيموت له حد من أولادي في حال حياته بيبشره بالجنة. يعني لو واحد مات له حد من أولادي في حال حياتي في طفولته، كويس، مات في طفولته، الطفل ده يجي في عرش الله يوم القيامة، هيقف لوحده ولا هيقول عايز بابا وماما؟ ما هيقول عايز بابا وماما طب، ولهم ما يشاؤون عند ربهم، وربنا هيديله مشيئته يقوم يقف مع اهله وابائه. ودي بشرى كبيره لمن مات له طفلا او اكثر في حال حياته وصبر على ذلك. حتى احنا من دعاء النبي في ايه؟ لما كان يدعي في صلاه الجنازه على الطفل هيقول له: اللهم اغفر له وارحمه، ما هو مغفر له، يقول: اللهم اغفر لوالديه، اللهم اجعله لهما فرطا يوم القيامة، اللهم ادلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، اللهم أحسن عزاءهما فيه كده. يعني كل الدعاء في صلاة الجنازة على الأطفال للوالدي، فكأنه هم بيموتوا علشان يدخلوا أهلهم إيه؟ الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من مات له فرطا أو فرطان كان من أهل الجنة. فستنا عائشة قالت له: ومن لا فرط له يا رسول الله يروح فين؟ افرد واحد ما ماكلوش حد من ولاده او لم يرزق اولاد اصلا، ده يعمل ايه بقى يوم القيامه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ايه، انا فرط امتي يوم القيامه. فاللي مالوش فرط النبي فرطنا، خدت بالك؟ والنبي ارجى، فما تقلقش يعني لو كنت اتحرمت من الخلفه او خلفت
وربنا سبحانه وتعالى بارك في أولادك فلم يموت أحد من إيه من أولادك. وخد بالك إن السقط له حكم اللي اتولد ومات. يعني لو واحدة مثلا امرأة كده حملت وما كملتش حملها وسقطت، السقط ده يوم القيامة يبقى لها فرض برضه. فكل دي رحمات يعني. يعني هو ربنا خلقنا علشان يرحمنا وعلشان يثبنا، وخلق الجنة عشان احنا نستمتع بيها أصلا، ولا خلقها عشان يحنسنا بيها يعني. اما هو خلقها عشان يدخلنا ايه الجنة، ما هو مش خلقها يعني علشان يوريها لنا كده من بعيد ويقعدنا في النار يعني. ما هو بينا رحيم وهو بينا لطيف سبحانه وتعالى. فيقوم يعمل ايه المواقف دي كلها علشان يسبب لك الأسباب فيرحمك، لأن من غير المواقف دي أنت ما تستحقش حاجة، أنت عدم، أنت عدم، أنت ولا حاجة أصلا. لكن هو ربنا يريد إن هو يعني إيه، يعني عشان لما تخش كده تبقى برضو يعني داخل بكرامتك يعني، أنا عملت يعني، والحقيقة أنت داخل بفضل الله. لكن هو ربنا عارف إن الإنسان إيه يعني يحب برضو إن إيه يحس إن ليه يعني حاجة كده عملها. فربنا يكرمنا جميعا. وفي المعجم الكبير عن ابن عمران، عن ابن عمران صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي مات ابنه: أما ترضى أن يكون ابنك مع ابن إبراهيم؟ أنه عن ابن عمر. وفي المعجم الكبير عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي مات ابنه: أما ترضى أن يكون ابنك مع ابن إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ يبقى عرفنا من الكلام ده برضو ان دول اطفال المسلمين تحت عرش الله. مع ان رواية الاطفال هناك احنا قلنا ايه انها رواية ضعيفة، او في رواية تانية جت من طريق اخر تقويها، مش مجرد تقول لي رواية ضعيفة انا ماليش دعوة بيها. هو انت ليه طب عايز تضيق عرش ظل عرش الله؟ وسع، يمكن يشملك ويشمل غيرك. لكن في ناس تحب تضيق رحمة ربنا على الناس بحيث الجنة لا تسع الا مقاسه بس، واللي يفرح بيه هو بس، واللي فاهم فهمه بس، وبعد كده النار بقى تسع الكل. فما يصحش، ربنا رحمته وسعت كل شيء. يعني لو دخل الجنة ولقى الناس اللي بيقول عليهم مبتدعين ضلالية في الجنة هيقول لا خرجنا، أنا مش عايز أبقى مع دول. هيخرج ما فيش إلا النار، مش هيعملها. لا ساعتها هيفرح برضه، لأنه نزعنا ما في قلوبهم من غل. وعند أبي نعيم في الحلية عن وهب بن منبه عن موسى عليه الصلاة والسلام: الخامسة والسادسة والستون: من ذكر الله بلسانه أو قلبه. يا سلام، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ سبق المفردون، سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: المستهترون بذكر الله. المستهتر غير المستهتر، المستهتر المولع والمستهتر المفرط. يقول لك فلان ده مستهتر، يعني مفرط في ايه؟ في واجباته. انما مستهتر يعني مولع، يعني مشغول بذكر الله. ادي المستهترون بذكر الله، يعني طول النهار شغال لسانه او قلبه بذكر الله، لدرجه ان في حال الواحد يوصل يبقى بيتكلم في اي موضوع وقلبه ذاكر. اللي هو عبر عنها الراجل الشاعر بيقول ايه: لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناسي. هو عبر عن هذه الحالة، فهمت بقى؟ وهو كاتبها بيتكلم على الله، الناس فهموها انه بيتكلم على المحبوب من البشر. لا، ده هو بيتكلم على الله، ان في حالة بتستغرق بها قلب المؤمن الذاكر، انه يبقى حتى مع الزوجة ومع الأولاد ومع زمايله في العمل ومنهمك معهم في الكلام، وهو قلبه لا يفتر عن ذكر الله. ودي وراثة نبوية محمدية تحدث لبعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حتى كان إيه؟ تنام عينه ولا ينام قلبه، قلبه لا يغفل أبدا عن ربه صلى الله عليه وسلم. وهو في الحرب، هو مع الزوجات، هو مع الأطفال، ومع الشباب، ومع الناس، كل لحظة قلبه مع الله على طول، لا يغفل لحظة حتى في حال نومه. فربنا يرزقنا هذه الوراثة النبوية المحمدية. من ذكر الله بلسانه أو قلبه. هل لك ذكر الله كثيرا ولو مرة في عمرك؟ تمشي، ربنا رحمته واسعة.
وفي شعب البيهقي عن موسى عليه الصلاة والسلام 67 رجل لا يعق والديه. يبقى بر الوالدين يكون سببا في ايه؟ في ان تكون في ظل عرش الله. ولا يمشي بالنميمة، ما يحبش يوقع بين الناس، فيقلل كلامه، لان في ناس بتوقع بين الناس بدون ما تقصد بكثرة الكلام. قاعد طول النهار يتكلم فيقول كلام ما يصحش، وكلام ما كانش المفروض يتقال في الموضع اللي ما كانش يتقال فيه، واللي يسمع منه ما كان المفروض ما يسمعوش، يقوم ايه يوقع بين الناس. فنقلل الكلام، وإلا يبقى بنمشي بين الناس بالنميمة وبنكذب. كفى بالمرء إثما كذبا أو إثما أن يحدث بكل ما سمع. يبقى مش كل حاجة تسمعها تقولها، وتبطل كلام بقى، ما تبقاش برابند، عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. فيبقى الواحد يحاول كده يبقى إيه كلامه. شوف ربنا بيقول إيه في الآية، لا خير في كثير من نجواهم، يعني من كلامهم بين الناس، إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. أي حاجة تانية بقى لا تضيع وقت. يقول لك المعلق الفلاني والمفكر الفلاني، ويعلق على الأحداث، وقاعد وأنا شايف وأنا رأيي وأنا وأنا طول النهار يقول أنا أنا لما أنهى. وبعد شوية تتغير الأحوال يغير رأيه. طب وانت قلت ليه الاولاني؟ من الاحداث بتتغير، اللي انت شايفه دلوقتي مصلحه بكره يطلع عين الضر، فاسكت احسن حتى يحكم الله ما يريد. يقول لك يعني هبقى سلبي؟ طب ويعني حد طلب منك اصلا تتكلم؟ عشان ده انت اللي بتتطوع، وكل يوم تلاقي ناس وجوه معينه على الفضائيات كانهم ساكنين في الاستوديوهات، ليس لهم بيوت وليست لهم صنعه. تقلب المحطة دي تلاقيه قاعد فيها، المحطة دي قاعد فيها، المحطة دي قاعد. ايه ده؟ بيروح امتى ده؟ بيشتغل ايه؟ اصله بيشتغل مفكر. فطول النهار اخذ يفكر ويفكر. بطل كلام بقى. اشغل نفسك في ذكر الله، في الاصلاح بين الناس، في الامر بالصدقة وبالمعروف. ربنا يصلح حالنا. يبقى رجل لا يعق والديه، يعني بر بوالديه، ولا يمشي بالنميمه، يعني مقلل كلامه، لان الناس بتوقع بين الاسر. ده في ناس بتريق الدماء بدون ما تشعر، تقول كلمه تعمل عداوه يروحوا طاخين الراجل. يقول لك انا مالي؟ انت مالك؟ ما انت اللي بدات نقلت العداوه. يقول لك ده فلان ده كان قاعد معايا امبارح بيقول عليك كذا وكذا وكذا وكذا. طب ليه بس؟ ما هم حلوين واصحاب، ليه تقول؟ افرض هو بيفضفض معاك، خلاص يا اخي ما تنقلهاش. يقول لك يعني هكتم الحق. هو ده بقى الحق يا استاذ؟ يقول على الباطل حق. ربنا ينجي. ولا يحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله، يعني ما يقولش جاتنا نيله على حظنا الهبات. كل ما يشوف واحد في نعمة يقول جاتنا نيلة على حظنا الهباب، في اللي هو ايه رمز الشخصية اللي عملها ايه الراجل بتاع الكاريكاتير ده مصطفى حسين، دي رمز لهذه الشخصية، اللي هو كل ما يشوف واحد في نعمة يقول جاتنا نيلة في حظنا الهباب. يعني قاعد بقى ايه مش عاجبه اللي. او مثلا المثل المصري يقول لك يدي للقرعة ايه فلاية، المشط للقرعة ولا مش، ويقول لك رزق الهبل على المجانين، يعني ربنا بيوزع الرزق بغير حكمة. ما ينفعش، ما يصحش. بطل بطل واتقي الله. ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الزهد للإمام أحمد عن عطاء بن يسار عن موسى عليه الصلاة والسلام 70 والـ 71 والـ 72 والـ 73 والـ 75 الطاهرة قلوبهم، النقية قلوبهم، دي خصلة
طهارة القلب ونقاء القلب. طهارة القلب من الغل والحسد وحب الانتقام وحب الظهور وحب الدنيا وحب الانتصار للنفس والتشفي، طاهر من الحكاية دي. يعني لو حد أساء له ينسى الإساءة ويقبل عذر المعتذر ولا يلوم أحد، والحكاية سهلة. ولو ليه حق عند الناس اللي يدهوله ولو نص حقه ويقبل ويقولك الباقي سرق، بسيطة. ولو طلبوا منه يتنازل عن بعض حقه يتنازل، مش لا ما سيبش حقي وانا كروديا ولا ايه؟ طب خليك يا عم، خليك انت واعي في الدنيا وفي الاخره غرقان. ما ربنا بيقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالحكايه سهله يعني. طلع الدنيا من قلبك. الطاهره قلوبهم، النقيه قلوبهم، البريه ابدانهم. البريه ابدانهم يعني الطاهره ابدانهم من البراءه، يعني ما يزنيش، ما ياكلش حرام حتى ينبت منه لحمه من حرام، ما يذكرش الناس بلسانه فيفحش فيهم او يذكر اعراضهم، يبقى لسانه طاهر، يده طاهره لا تمتد على محرم، رجله طاهره لا تسعى في الفساد، جسده طاهر لا ينبت من حرام، فرجه طاهر لا يظهره إلا على ما أحله الله. وعشان كده الرسول يقول اضمن لي ما بين لحييك وما بين فخذيك، أضمن لك الجنة. لحييك اللي هو إيه؟ الفكيك، اللسان والفرج، أدي البرية أجسامهم. يعني بيحسك على الرزق الحلال وعلى السعي في الطاعة والبعد عما حرم الله. والذين إذا ذكر الله ذكروا به. في ناس كده أول ما تيجي تذكرهم تذكر الله، وأول ما تذكر الله تفتكرهم. دي بقى حاجة، بقى كرامة من الله لبعض خلقه. خير الناس من إذا رأيتهم ذكروك بالله. وإذا ذكروا ذكر الله بهم. يبقى إذا ذكر الله ذكروا به، وإذا ذكروا ذكر الله به. يعني بدأت بالله تفتكرهم، بدأت بهم تفتكر ربك. ليه؟ لأن هم في حضرة مولاهم. فإذا دخلت إلى الحضرة من جهة صاحب الحضرة وجدتهم فيها، ولو دخلت إلى الحضرة بجهة من فيها وجدت الله، لأن الحضرة واحدة وأن إلى ربك المنتهى. وإمام الحضرة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالكل خلف النبي فيها. وينيبون إلى ذكره كما تنيب النسور إلى وكرها. يعني يعود إلى ذكره، لا كلما وجد نفسه في غفلة يرجع، كلما وجد نفسه انشغل في أمور دنيا يرجع لذكر الله. يعني رجع إلى ذكر الله باستمرار. هذه الإنابة، والإنابة غير الأوبة. الأوبة الدافع فيها الخشية والخوف والقبض، والإنابة الدافع فيها الرجاء وحسن الظن والمحبة والشوق. فإذا ذكرت الله مشتاقا محبا راجيا فأنت منيب، وإذا ذكرت الله خائفا خاشيا من جلالته سبحانه وتعالى فأنت أواب. والإنسان بين الخوف والرجاء، بين الأوبة والنوبة. ويغضبون لمحارمه إذا استحلت كما يغضب النمر. يعني يبقى عنده حمية لهذا الدين، وعنده حب للدين ده بحيث أنه يجعله كأنه عرضه. شوف لو حد تعدى على عرضك إزاي تغضب، زي لما يتعدى على دينك تغضب برضو لدين الله، ويبقى دينك ده كأنه هو أنت، كأنه نفسك. اللي يتعدى على دينك كأنه تعدى على جسدك، كأنه أراق دمك فيغضب. النبي صلى الله عليه وسلم كان
لا يغضب لنفسه قط، أما إذا انتهكت حرمات الله فيشتد غضبه حتى يمنع الناس عن ارتكاب إيه؟ غضب الله سبحانه وتعالى. ويكلفون بحبه كما يكلف الصبي بحب الناس، يعني كل أنسهم بربهم. الصبي أنسه مين؟ أول ما يقعد لوحده يعيط، عايز ماما، عايز ابن الجيران يلعب معاه، عايز أخته الصغيرة ينكفها، لكن أول ما يقعد لوحده وهو صاحي يعيط على طول، لأن كل أنس الصبي بإيه؟ بالناس. التاني بقى أنسه بربه، بحيث لما يبقى مع الناس عايز يخلص بقى ويقوم بحقهم وعايز يخلو ربه بقى. ومن علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، ده كلام سيدنا علي، بيقول لك من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. وفي الزهد لابن المبارك عن رجل من قريش عن موسى عليه الصلاة والسلام، 76، الذين يعمرون مساجدي، ربنا يجعلنا منهم. دي احنا قاعدين اهو في المساجد ونحب يمكن المساجد اكتر ما نحب بيتنا، يمكن الواحد في المسجد عمره ما دمه يتغير، لكن يروح بيته دمه يتغير ويشوف حاجات تضايق والتليفون يبتدي يرن والمشاغل تيجي. شغلان انك طول ما انت قاعد في المسجد رايق مبسوط حلو، درجة الواحد ساعات يهرب من البيت يقعد في الجامعة شوية بدل ما تهرب من البيت وتقعد على القهوة. الذين يعمرون مساجدي ويستغفروني بالأسحار، كتير الواحد يتقلب كده بالليل، يتقلب يصحى يظبط الايه، يغطي نفسه، يقوم يشرب عطشان، يقوم يدخل الحمام، بالذات الناس اللي عندهم سكر كل شويه كل ساعه ونص ولا ساعه عايز يدخل الحمام طول الليل كده، اللي عنده بروستاتا نفس الحكايه، خلاص كل ما تقوم استغفر ربك بس، اللهم اغفر لي وتوب عليك، يبقى بقيت من المستغفرين في الأسحار. كل ما تقلق كده وبتتقلب اسأل ربك حاجة يوم ربنا يستجيب لك. ولأبي نعيم في الحلية عن إدريس عائد الله عن موسى قال يا ربي من في ظلك يوم لا ظل إلا ظل، قال الذين أذكرهم ويذكروني. اذكروا الله يذكركم، اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وللديلي في مسندي عن أنس مرفوعا يقول الله عز وجل قربوا أهل لا إله إلا الله من ظل عرشي فإني أحبهم. وعشان كده في حاجة اسمها العتاقة، العتاقة دي يعني إيه؟ يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 70,000 مرة، مرة في عمره يعتق من النار. لا إله إلا الله دي قرآن على فكرة وذكر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله دي قرآن، لها ثواب قارئ القرآن أولا، زائد ثواب الذكر، زائد ثواب معناها محمد رسول الله قرآن والذين معه، مش كده برضو؟ محمد رسول الله والذين معه، أشداء على الكفار. لا إله إلا الله قرآن، محمد رسول الله قرآن، لا إله إلا الله محمد رسول الله إسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله إيمان، لا إله إلا الله محمد رسول الله إحسان، لا إله إلا الله محمد رسول الله ترقي لا ينتهي. فشوف أنت بقى اللي يقول لا إله إلا محمد رسول الله تالي للقرآن وذاكر للرحمن وداخل في حظيرة الإسلام ومختبئ مع المؤمنين ومحسن مع المحسنين بلا إله إلا الله محمد رسول الله بس. فلما يعمل له ورد كده كل يوم يقولها مثلا 200 مرة يجيب 70,000 في 350 يوم، سهلين أو ايه 350 يوم؟ سنة يعني، كل يوم تقول 200 مرة، 100 الصبح ومية بالليل، زي في الوظيفة بتاعتنا في وردنا بنقولها الصبح ونقولها مساء لا إله إلا الله محمد رسول الله 100 مرة لو واظبت عليها. طب افرض يقول لك اصل انا بالليل ما ببقاش بواظب عليها مرة الصبح، ما يجراش حاجة تجيبها في 700 يوم، يعني 2 سنين إلا كم يوم. طب وانت هتعيش كم سنتين؟ ان شاء الله كتير، يبقى انت كل 2 سنين شغال بتجيبهم 70,000 شغل، مش معنى تعملهم 70,000 تاخد اجازة من شغلك وتقعد بقى
تعدهم لما ايدك تتبري مره واحده في قعده واحده؟ ما ينفعش. لا يمل الله حتى تمل. قسمها كده تيجي معاك وتتكرر، تيجي معاك وتتكرر طول عمرك. فيبقى حاول تحافظ على هذه العتاقة، لا إله إلا الله محمد رسول الله 70,000 مرة، مرة في العمر. وده يبين لك أهل الأوراد قد إيه لهم فضل عند الله، لأن ليهم أوراد مستمرين عليهم 20 سنة وثلاثين سنة واربعين سنة شغال ورد صباح مساء. دول خطيرين، دول يوم القيامة، دول يجوا يوم القيامة دول يعني ما تعرفش تفتح عينك في نورهم. ليه؟ لأنهم شغالين على طول. هم دول أهل الله وخاصته، مش أهل القرآن، أهل الله وخاصته. لا إله إلا الله قرآن، محمد رسول الله قرآن، طول النهار قاعد شغال قرآن، نعم كبير. وفي حديث عنه عن أنس يعني رفعه للنبي الشهداء، الشهيد في ظل عرش الله. طب والشهداء دول؟ ده كتير أوي، ده أمة النبي تقريبا كلها شهداء. ليه؟ لأن في شهداء الفرش اللي هو المبطون والمطعون والمحروق والمتردي، صاحب الهدم يعني، وصاحب الهدم. عارف المتردي يعني؟ يعني اللي يقع ويتكسر ويموت في الكسر بتاعه، اهو ده شهيد لانه متردي. ولو وقع من فوق السجاده، الشرط من ارتفاع يعني. انت عارف في ناس كتير عواجيز يبقى عنده 76 سنه 80 سنه، عظمه مخوخ، يتكعبل وهو رايح يتوضا، يقع يتكسر في عنق الفخذ. مشهوره قوي الحكايه دي في الناس الكبار. وبعدين يجي يعمل العملية، ياخد البنج، يتوكل على الله، مع السلامة، شهيد. لأنه قلبه ضعيف ومش عارف عنده إيه وعنده إيه وعنده إيه. أو يموت بالسراية يعني، يعمل العملية وكل حاجة لكن ما خفش، فضل مرضه مستمر ملاصق إلى أن مات، فمات بالسراية شهيد برضه. أهل مصر ربنا أنعم عليهم بفيروس سي، بيموتوا بفيروس سي، ده داء بطنه، مبطون، عنده استس او عنده مش عارف ايه، وفشل كبدي والشغلانات دي كلها، يموت شهيد. اللي بيموت بذبحه صدريه، ما دي داء في البطن لانه باطني، نزيف في المخ، داء باطني، كل دول مبطون. فهتلاقي امه النبي مين؟ هي دول، هم دول امه النبي. كل امه النبي ان شاء الله شهداء، ان لم يكن في الحرب فهو على الفراش بسبب مرض من الامراض اللي هي تودي الى الغريق، اللي مات في الغرق، واللي وقع من مكان شاهق. والمرأة تموت في جمع، جمع يعني في نفاسها، تولد ويجيلها حمة نفاس وتتوكل على الله وتسيب الراجل غرقان بالعيال. هي فازت بالشهادة والراجل غرق بالعيال، ناس تتنعم وناس تغرق. أو واحدة تموت مثلا إيه في الحمل أو أثناء الوضع، كل دول الستات دول داخلين شهداء على طول، تموت في جمع في نفاسها أو أثناء الولادة أو في حملها، كل دول. وعندك أنت نسب كتيرة بقى، شوف بقى الدكاترة اللي بيشتغلوا في النساء والتوليد، ياخد بالك يشوفوا الحاجات دي كل يوم، كل يوم يولد له 30-40 ست، واحدة منهم تموت، توكل على الله، مع السلامة، هاي شهيد، نعم الحمد لله. والوادي وقوى الصم شهيد، واخد بالك؟ فربنا ينجي. لكن ابوه لما يقوم بيه برضه ياخد ثواب كبير بقى. واحنا قرينا قبل كده انه برضه اللي بيقوم بايه باليتيم والطفل ينفق عليه برضه في ظل عرش الله، فالكل هيتقابل ان شاء الله. يبقى الشهداء الشهداء. وعند أبي داود والحاكم وقال على شرط مسلم عن ابن عباس مرفوعا: شهداء أحد أرواحهم في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. يبقى كل ما تروح المدينة تزور شهداء أحد، مش تقول لي أصل الزيارة بتيجي وقت نومي، اتلهي.
ايه نومك ده؟ ما انت هتنام في القبر كتير، روح زوره. ده الناس بتيجي من اخر الدنيا بتروح تزور، يقول لك ما انا زرتهم السنه اللي فاتت. يا عم زورهم يا عم، ده لمصلحتك. اولا قبور روضه من رياض الجنه، والدعاء في الجنه مستجاب، فانت اما هتروح. ثانيا اما تكثر من زيارتهم يعرفوك، يقوموا يشفعوا ليكم ليه؟ ما هو البني ادم اللي في قبره، الانسان وهو في قبره بيعرف مين اللي بيزور وبيرد السلام على الزائر. يعني انت بتقول السلام عليكم وانت كلامك مش مستجاب عشان ملوث بمعاصيك وغفلاتك، ويقولوا عليكم السلام وهو في دار الحق، بص السلامه جات لك بمجرد الرد بس. احنا لسه ما استفتحناش الكلام، قالنا بس السلام عليكم، قال لك وعليكم السلام، تنزل السلام عليك. ده انت لسه ما قلتش حاجه، ده انت بعد شويه هتدعي لهم يقوم هم يردوا عليك كده ولك مثل ما قلت لنا. ومش كده وبس، وربنا بيوكل على قبور الصالحين والشهداء آلاف الملائكة تدون أسماء زائريهم وتؤمن على دعاء زائريهم. وعشان كده الأمة على مر العصور تحب زيارة الصالحين أحياء وأموات، لأنهم مجربين الحكاية دي. لكن العالم المحرومة حرموا نفسهم، يقول لك أصل ده شرك. شرك إيه؟ وده أنا بحبه في الله، ده أنا لولا الله ما كنتش جيت له. إيه شرك؟ وأنا رايح أعبده؟ حاجة غريبة، لوسة لوسة. هو ربنا بيموت، ده أنا رايح لميت. إيه التشابه يعني اللي بين الميت المقبور ده وربنا يعني؟ ده أنا رايح لميت وربنا حي، إيه وجه التشابه؟ رايح لعبد وربنا رب، إيه وجه التشابه يعني اللي خلى عندك قلق أيها الإنسان اللي عندك هلوسة ومتصور إن هيبقى في شرك؟ دي شوية هلوسة مزاجية كده، يمكن بياخد حبوب الهلوسة اللي هو بيقول عليها القذافي. ربنا ينصرنا ويسترنا. وعند الدارمي وصححه ابن حبان عن عتبة ابن عبد السلمي مرفوعا: من جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى قتل، فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت ظل عرشه. وعند الحسن بن محمد الخلال عن ابن عباس مرفوعا: اللهم اغفر للمعلمين، كل من يعلم الناس ما يفيدهم. يعني المعلم بتاعك في صنعتك، استاذك اللي علمك صنعتك هو ده معلم، المدرس في المدرسة ده معلم، الأسطى اللي بيعلم الواد بلية صنعة يقوم بعد كده الواد بلية ده يبقى يفتح ورشة ويعيش من الرزق الحلال. اللي بيعلم الناس الخير ده كل دول في ظل عرش الله. يبقى ما تبخلش بعلمك عن الناس، ده انت لما تعلم الناس ربنا بيرفعك. مش تقول اصل انا لما اعلمهم يعني ما هو الناس هتروح لهم مش هتجيلي. هو انت بترزق بالناس؟ بئس ما يفترون، ده انت بترزق بربك. يعني انا اعرف بعض الاطباء الشاطرين لما يجي يعمل عمليه يجي في الخطوه الحلوه يقوم ايه يعملها كده يعني عشان البتاع ما يشوفوهاش يعني. والله بكلم والله بشوفه، يقول لك اصل يعني بعد كده ما هو هيلقطها بعد كده هيبقى ايه الميزه بيني وبينه؟ يعني الميزه انك انت استاذ وانك انت ربنا هيحطك في عرش الله، وتوريث العلم ده عباده حتى تستمر الحياه. وبعدين يوم انت ما هتعيا هتعملها لنفسك؟ ما هو اللي هيعملها لك، صح ولا لا؟ يعني هو الجراح يعني يوم ما بيعيا وعايز جراحه بيعمل كده يقعد يشتغل ويعمل بقى الحاجات الحلوه بتاعته بقى يعملها بنفسه قبل ده كل الناس تستفيد بيه وهو ما يستفيدش بنفسه في نفسه. دي ايه يوم معلم الناس عشان حتى اما تعيا. انا اعرف استاذ في القصر العيني رحمه الله كان ما يحبش يعلم الناس وكان يسقط الناس في الدكتوراه، وبعدين عمل حادثه في طريق اسكندرية، الكلام ده من حوالي 20 سنة أو أكثر. مسافر اسكندرية ركب عربيته، عمل حادثة قرب إيه طوخ ولا بنها، راح عنده نزيف في مستشفى طوخ المركزي. هو أستاذ جراحة مشخص نفسه،
الجراح بيكشف عليه، قال لهم يا جماعة أنا اتصدمت في الحتة دي، عندي نزيف في الطحال، بنجوني واربطوا النزيف هموت. أم إيه الطبيب اللي موجود قال له إيه ده؟ أنت مين؟ قال له أنا فلان أستاذ الجراح، خاف منه. ما هو يموت في إيده بقى تبقى أزمة، وده راجل مشهور. فقال طيب هعلق لك محاليل وهتصل بالاستشاري. على مجال استشاري كان الراجل خلص ومات. مات شهيد على فكرة برضه، خد بالك. هو مات شهيد، ما هو مسلم ومات مصدوم. لكن شوف ربنا علشان ما كانش بيعلم الناس حرمه من خبرة الناس. شفت بقى الحكاية ماشية ازاي؟ يعني هو مات شهيد وناجي ودخل الجنة إن شاء الله برضه. لكن ربنا دوقه اللي كان بيعمله. تعرف هو لو كان بيعلم الناس يا كان هيقابله أعظم جراح ويعمل له أحسن شغل. ربنا بقى ما جمع إلا لما وفق. فدي آيات كده الواحد إيه يعني ينظر ليها في فعل الله في العباد. اللهم اغفر للمعلمين وأطل أعمارهم وأظلهم تحت ظلك، فإنهم يعلمون كتابك المنزل. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وقال إن أبا الطيب غير ثقة. قال شيخنا بل قرأت بخط بعض الحفاظ أنه موضوع وفي الحلي عن كعب الأحبار. أوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام في التوراة من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا الناس إلى طاعتي فله صحبتي في الدنيا وفي القبر وفي القيامة ظلي. يبقى الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المتقين. وفي جزء من أمالي أبي جعفر بن البختري بسند ضعيف أنا سيد ولد آدم ولا فخر وفي ظل الرحمن عز وجل يوم القيامة. طبعا ده إمام المظللين النبي، طبعا يوم لا ظل إلا ظل ولا فخر. طب ولما النبي يبقى في ظل عرش الله محبين النبي مين؟ أمته. ويحشر المرء مع مين؟ مع من أحب. فكلنا هنلوذ بالنبي فهنبقى تحت الظل برضه. يبقى إذا كان النبي في الظل فاللي بيحبوه في الظل، ومين اللي بيحبه؟ أمة النبي كلها. اختلفوا في جميع الفهوم في تطبيق شرعه واتفقوا على حاجة واحدة، حب النبي. كل الأمة تحب النبي، سلفي وصوفي شيعي ومسلم وسني وزيدي وإباضي، كل الناس تحب النبي، متفقين على هذا. بعد كده في أي تفاصيل تانية يقعدوا يتناقشوا ويتخانقوا مع بعض ويألفوا الكتب ويردوا على بعض وموال، لكن اتفقوا على حاجة واحدة، حب النبي، والمرء يحشر مع من أحب. فأمة النبي على خير كبير، خد بالك يعني على خير كبير بحبهم للنبي. أرجع عمل تلقى بي الله وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي مناقب علي عند أحمد عنه مرفوعا أنه رضي الله عنه يسير يوم القيامة بلواء الحمد وهو حامله، والحسن عن يمينه والحسين عن يساره، حتى يثب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم في ظل العرش. يا شوف بقى اللي بيحبوا سيدنا الحسن، بيحبوا سيدنا الحسين، بيحبوا النبي جدهم، كل دول في ظل الأنبياء جميعا في ظل عرش الله يوم القيامة. واحنا بنحب جميع الانبياء، نؤمن بجميع الانبياء، لا نفرق بين احد من الرسل. شوف بقى فضيله هذه الامه، حاجات بنقولها كده الناس بتقولها مش ملتفته لعظمتها، يقولها كده وينام. ده هي دي العظمه كلها. بعض الامم التانيه اللي امنوا ببعض الانبياء وكفروا ببعض الانبياء، وبعض الامم التانيين امنوا ببعض الانبياء وقتلوا بعض الانبياء، الا امه النبي تحب جميع الأنبياء وتدافع عن جميع الأنبياء أكتر من دفاع عن أعراضها. يعني لو حد عفى سيدنا موسى إحنا نغضب أكتر ما اليهود يغضبوا، ولو حد عفى سيدنا عيسى نغضب أكتر ما المسيحيين يغضبوا، حد شيء. وعشان كده من ضمن حكمة إن ربنا أباح للمسلم إنه يتزوج الكتابية، لأنه مش هيأذيها في نبيها أبدا. لكن لو كان الراجل غير المسلم الكتابي يتجوز امرأة مسلمة يؤذيها في نبيها، يقعد طول النهار يعير بسيدنا محمد. يبدي من ضمن الحكم يعني ان المسلم يحترم جميع الانبياء، فطالما يحترم جميع يبقى الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ونقف عند هذا الحد كده، تقريبا خلصنا الخلال الموجبة للظلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعها كلها لنا بفضله وكرمه وجوده وعفوه ببركة هذه الأيام، وأن يعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يجعلنا من أهل ليلة القدر هذا العام، وأن يعنا على الاعتكاف ويتقبل ذلك منا، وأن يوفقنا فيما أقامنا فيه من مهننا، وأن يفقهنا في مهننا وفي ديننا وفي دنيانا، وأن يملأ قلوبنا حكمة وإيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يبرئ قلوبنا من كل وصف يبعدنا عنه سبحانه وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خير.